أزيد من 40 ممثلا عن المقاولات الفرنسية في لقاء مع رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مناسبة لاستكشاف فرص التعاون بين الجانبين في مجال التنمية الحضرية والمستدامة. أقود وفدا يتكون من أزيد من 40 رئيس مقاولة متخصصة في مجال المدن المستدامة، ونحن واثقون أنه يمكننا تقديم الإضافة للمغرب فيما يخص المدن المستدامة والسكن والطاقة المتجددة والتنقل. نحن نعتبر فرنسا شريك تجاري وصناعي واقتصادي بشكل عام تاريخي للمغرب، والعلاقة بين المغرب والدول الأوروبية بشكل عام وفرنسا بالخصوص هي علاقة استراتيجية ومهمة جدا. مستقبلنا مرتهن، فبالتالي غنشتغلوا باش نعززوا الشراكات الاقتصادية في هذا المجال. زيارة وفد المقاولات الفرنسية للمغرب تهدف إلى تشجيع المدن المستدامة والاستثمار فيها، خاصة أن نصف هذه المقاولات لا تتوفر على مقر بالمغرب. الزيارة شكلت فرصة لإطلاع الوفد الفرنسي على المؤهلات التنموية لجهة الرباط سلا القنيطرة، والتي تحتل المرتبة الثانية بالمملكة من حيث الدينامية، حيث تتمتع بموقع جغرافي مهم بين القطبين الاستراتيجيين طنجة تطوان وفاس مكناس.